حتى يبقى عمل للعمال أنقذوا الاقتصاد. تحت هذا العنوان جاءت صرخة الهيئات الاقتصادية التي اجتمعت تحت سقف المطالبة بحماية العامل والمؤسسات وبالتالي الاقتصاد على حد سواء، وهي دعت كما جاء في بيانها الختامي الحكومة إلى التراجع عن قرارها في ظل التلويح بعدة خطوات. التأكيد على رفض القرار بزيادة الأجور ودعوة الحكومة للرجوع عنه. ثانيا، اعتبار القرار غير قانوني والدعوة لعدم تطبيقه. ثالثا، اللجوء إلى مجلس الشورى لنقض القرار في حال أصرت الدولة على تطبيقه. رابعا، تأكيد الهيئات الاقتصادية انفتاحها على جميع الفرقاء وتحديدا النقابات والاتحادات العمالية، كون الجميع يسعى لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للعمال. خامسا، التحذير الشديد من التداعيات السلبية للقرار، وقد بدأت بعض المؤشرات السلبية تظهر منذ إعلانه. بيان الهيئات الاقتصادية جاء عقب صرخات بدأ بإطلاقها رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، الذي لفت إلى أن زيادة الأجور بشكل غير مدروس لا يستفيد منه العامل بقدر ما يلحق الضرر بصاحب العمل. ونحن ندعو إخواننا العمال اليوم قبل الغد إلى إجراء حوار حول المشكلة الاجتماعية، ولنطالب المسؤولين معا أصحاب عمل وعمال تحمل مسؤولياتهم على الصعيد الاجتماعي، فنحن والعمال نشكل قوة ضاغطة في الوصول إلى حلول جذرية للمشكلة الاجتماعية. رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير من جهته تحدث عن إجماع غير مسبوق على رفض قرار الحكومة حتى من بعض الوزراء داخلها، إلا أنهم قال شقير ولأسباب نجهلها قرروا التزام الصمت. إن هذا القرار لا يعالج مشكلة الأجور، إنما يؤسس لمشكلة اقتصادية اجتماعية أمنية ستضرب الاقتصاد. هذا الاقتصاد الذي أثبت مناعة خلال الأزمات والمحن المحلية واستطاع أن يحقق نموا في خضم الأزمات المالية العالمية. رئيس جمعية المصارف جوزيف تراباي أكد رفض المقاربة المرتجلة لتحديد الحد الأدنى وزيادة الأجور التي ستلقي أعباء على مؤسسات تكافح للبقاء على قيد الحياة. وندعو الحكومة الكريمة ولا سيما الوزراء المختصين إلى رعاية استئناف حوار موضوعي معمق ورصين في شأن السبل الناجعة لمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وذلك بمزيد من التروي والتبصر. رئيس جمعية الصناعيين نعمة فرام لفت إلى أن العامل والصناعة شركاء. يتزاوج الركود مع التضخم stagflation، فلا يستفيد المواطن العامل من ناحية وسيخنق النمو، وسنصل إلى تعثرات وإفلاسات ولا إكفال خطوط الإنتاج وإلى بطالة تهدد السلم الأهلي وإلى وقوع زلزال اقتصادي سيطاول المجتمع بكامله. رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر وصف قرار الحكومة بالقبلي غير القانوني الذي يضرب علم العمال والاقتصاد. ليت الحكومة تتوحد وتحاور الجزء الآخر من هذه الأمة كي توهبنا وتوهب الأمة الاستقرار. إذا لم تتوحد فنحن ثائرون، وإذا توحدت وحاورت وأوهبتنا الاستقرار فخذوا ما يدهش العالم. من جهته رئيس جمعية تجار بيروت نقولة شماس لفت إلى أن مكانة لبنان اليوم معرضة للخطر بسبب تصرفات بعض المسؤولين اللبنانيين.